بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما ينتفع به صبايا الفيديو السابق فرجيتكم لمسه لمسه اجور للخيط الاسود وتعلمنا انا وياكم كيف بنساوي الغرزه ملاحظاتي على الغرزه صبايا فيها شويه ملاحظات حابه لكم عليها الغرزه بالضب ما دام بالضب شو معناته معناته نحن لازم نعطي غرز اكثر هي وحده الشغله الثانيه لا تشتغليها على الخي... على نفس الابره اللي كاتبين عليها على الخيط اشتغليها على الاكبر انا مكتوب عندي أربعة خمسة اشتغلت على الخمسه عطس شويه احسن بتطلع شوي سميكه بجوز لانه انا الخيط عندي آسي انت عندك بتطلع كثير رائعه صبايا هذا الكم مثل ما قلت لكم بدينا 44 غرزه انا زدت لل 54 طلع صغير اضطريت اني ضل زيد ضل زيد لو وصلت لل 60 غرزه، 60 غرزه على ابره خمسه، قام طلع على العرض كثير مناسب، وقت اجيت حرست انا حردت الكم التركيب، طلعت انا وياه تماما طلع الطول اللي بالنسبه لطول الحرده طلعت كثير تمام انا وياه وبنفس الوقت الغرز ما ضايقتني ولا زاد عندي اي شيء، ليش؟ لانه هاي الغرزه بتضب صبايا بالضب ديري بالك انا هلا حبيت بس مشان اعطيكي بس فكره عن انه مثلا اذا انت كنتي عم تشتغلي وبدك تزيدي غرز شلون بدك تعملي لفرجيكي كيف رح اخلي لك هون مشان تشوفي انه هي مفرغه فيها اجور يلا انا هلا وصلت انه انا بدي زيد غرز معلش لعلمك كيف بتزيدي مو مشكله ولا اي اشكال نحن تعلمنا على هاي الغرزه انه وقت بنشوف هاي هون هالفتحه هاي نحن نشتغل عدل يلا انا هلا هون بدي زيد غرز الزياده العاديه تبعيتي ها يلا زدت وحده تمام هاي وحده هلا شوفي عندي انا هون في عندي هاد هي هي بدي ساويها انا هلا عندي ثلاث غرز ممتاز بجي بقلب بقلب الغرزه شايفين ليش بتضب الغرزه بسبب هالسحبه هي وبنشتغل وحده لفه وحده إجتنا هاي الفراغ هون الفراغ عدلي دايما اذا الغرزة مكونة من مضاعفات رقم اربعة اجاكي رقم ثلاثة ها ثلاثة يعني ثلاثة غرز بالاحرى هلا بتقولي واحد وهي اثنين وهي ثلاثة اجتك الفراغ هم. ها. هاي وحدة ترجعي بتساوي هيك يعني شو انا قصدي بالكلام انه بدك تزيدي الغرزة ما يهمك زيدي واشتغلي مثل العادة بس بتحسبي عندك ثلاث غرز بتساوي اللفة ما عندك ثلاث غرز اشتغلي عادي مو اشكال يلا ها رح اوصل معك لنهاية السطر بس مش عم فهمك انه كيف نحنا منزيد غرز بهي الغرزة لمسة الاجور للون الاسود يلا ها انا متل ما قلتلك بديت الكم اربعة غرزة ضليت زيد فيه بقى بقى هلا زياده ما عم زيد انا كل ست اصفر عم زيد كل عشر اصفر اصفر اول شيء كل ثمانيه بعدين صرت كل عشره طلع العرض ممتاز جدا ما بدي أعرض صراحه هي كنزه الي وانا ما بدي أعرض بدي اياه يطلع الكم مكسم ها وهي هلا بتوصلي هلا للنهايه وأنتي عم تمشي بنفس الترتيب ما اختلف عليكي شيء شايفة بس بيزيد معك عدد التشكيل لأنه ليش بيصير في زيادة غرز إذا الغرزة نشتغل بس اللي لقيتي في فراغ بتشتغليه عدلة بس المباشرة اللي بعدها ثلاثة بتزيدي بتقلبيها واحدة لفة تحدي إياكي تنسي اللفة بتنزعي كل الشغل وبينقص عدد غرزك نحنا ما بدنا ينقص بدنا يضل بالعكس نحنا رايدين نزيده على فكرة صبايا هاي الغرزة بتاخذ خيط كثير هذا الكم أنا الكم أخذ معي 90 جرام هذا الكم الكم اللي اشتغلته هاد أخذ 90 جرام على التمام أنا وزنت الشلة 100 جرام قبل ما بلش وقت اللي اشتغلت خلصته أخذت أبدا 90 جرام ولذلك بدك تحسبي حسابك هلا أنا بالنسبة إلي بدي اشتغل بس الأكمام آجور بدي اشتغل الصدر والظهر سادة سادة ما بدي اياها كثير يعني معجقه بدي اياها بس بهالشكل هذا شوفوا صبايا احنا قربنا نوصل للنهايه شايفين هو شوف الخيط انا عندي مونس ملون ولذلك شو ما عملتي في اشكال ما كثير له التأثير يعني هلا شوفي شلون وصلنا للنهايه ساوينا هاي اشتغلي هاي واحد وهي بتشتغليها ثلاثه مثل عادي ها. هاي اشتغلنا الغرزه إذا هون حبيت أعطيكي بس أنا فكرة عن الزيادة أنا هلأ رح أستمر بالشغل لحد ما أوصل لعند الحردة هون بس بلشت لعند الحردة بجي بقلك بجي بفرجيكي أنا كيف حردت مالو اي تاثير الـ 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 هذا المهم أنتي تكوني عم تمشي بالتتابع بس لقيتي وفي عندك فتحه أنتي بدك تشتغلي ما يهمك من هون شو في عندك غرز ومن هون شو عندك غرز لانه اولى تشكيلتين التشكيلة الاولى بنشكلها والثانيه الا ما يطلع فيها موديل لاحظوا صبايا هاي الطرف هذا هون ليك شايفه الا ما يطلع فيها موديل ولذلك ما له اي تاثير راح اخلص بيجي لعندكم وصلنا اخواتي وصلنا بالكم لعند الحرده وصلنا فيها شلون بتعرفي حالك انت وصلتي للحرده او وصلتي لطول الكم اللي بدك اياه حطي هاي الابره هاي حطيها تحت الابط حطيها تحت الابط ونزلي ايدك لتحت او ينزل الولد او الانسان ايده لتحت تمام وبتقيسي بدها توصل الكم لهون مو طول هاد بده يوصل لهون صبايا ايه لعند اول الرسغ لهون بده يوصل اتفقنا خلص معناته انت وصلتي انا هسه يا تمام والطول صلع 44 سم يلا ما في شيء بدنا نحردها هلا نحن بنحرد على دور الوجه انا بدي احرد كم تركيب عباره عن ثلاثه يلا انا وصلنا ل 60 غرزه يلا هاي وحده وثنتين ثلاثه هلا شلون بتشوفي غرزك سابعية؟ شلون بتشوفي غرزك شوفي هلا هون الفتحه قبلها ما في ثلاثه بلاها بنتابع هي عدد شايفه شفنا الفتحه هلا اللي بعدها مباشره انا ليش عم بعمل لك اياها مشان تعرفي ما تخربط معك الغرزه من الاطراف ما يهمك بدك تحردي اجتك هي الفتحه تشتغليها عدد يلا اقلبي ها يعني من الاطراف ما بهم شو ما صار بالاطراف بده يروح بالحرده ما تاكلي هم انت تابعي شغلك في المنتصف بالنظامي شغل النظامي إيش هيك ثلاثه هي ثلاثه قلبتي لا تنسي هاي اللفه مشان ايش مشان ما ينقصوا غرزك وكمان مشان تشكلي هالفتحه لولا هاللفه ما بتتشكل الفتحه اتفقنا يلا هلا هيك رح نضل مستمرين لاخر السطر من الطرف الثاني بدنا نحرد امتى نحرد على دور القفا دور القفا كلياته عدل العدل كله مقلوب 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 وصلنا نهاية الدور العدل صبايا هاي الدور العدل لك وفي عنا هون فسحة ما دام في فسحة بنشتغل ثلاثة ها قلبناها واحد لفة عدل هلا عنا ثلاثة عدل شو علي هلا بدي روحوا بال... بال... بالحردة هاي ثلاثة عدل هذا الدور المقلوب بدنا ناخذ ثلاثة بتعرفوا انتم بالنسبة للحردة انا بحرد ثلاثة اثنين بواحد واحد 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 هيك للنهاية هاي واحدة وهي تنتين وهي ثلاثة ثلاثة دور المقلوب كلياته مقلوب مقلوب عادي ما في له اي شغل اللهم بس انتبهي على اللفة اللفة انتبهي عليها ليك اياها شايفة اجتك اللفة بتشتغليها هيك من تحت اللفه بس ما بدها شيء بتضلي هيك تستمري لنهايه السطر هذا المقلوب مقلوب عادي دور العدلة الثاني اللي بدنا نحرز فيه مره ثانيه يلا هلا بدنا ناخذ اثنين ها هاي وحده وحده وهي ثنتين يلا بنشوف الغرز اللي معنا شايفين شوفوا هلا شو اجتك هاي خلاص هون ما في قبل شيء قرر نشتغله شغلية هي عدل تتابعي هلا غرسك مثل ما انت متعلمة نعرف فوق الفتحة بده يصير عدل والبعدة الثلاثة بناخدهم مع نقلب بالثالثة التالتة وبنشتغل هيك هاي وحدة ها شايفين كيف يعني ما إلى أي تأثير الحردة ولا بتغير لك بشكل الغرزة كثير الغرزة حلوة وسهلة سهلة صبايا ما بتعذب أبدا هاي اجينا هون فتحة إذا عدلة ها انا عم اقول فتحه بتقولوا لا اجور ما بتفرق المهم انه هون محل اللفه بيصير معانا فراغ هالفراغ هو اللي عم بيعطي الجمال للغرزه هي واحد اثنين ثلاثه قلبي الثالثه هي قلبنا الثالثه شدي اذا شديتي شوي معلش مو مشكله اذا وقع معك منك ابره غرزه رجعي اسحبيها لا تخليها تروح بتروح لك الشغل بعدين ها لفه وهكذا للنهايه صبايا هذا آخر دور العدل صبايا ها جتنا هون فسحة اشتغلناها عدلة عنا ثلاثة هاي ثلاثة قلبنا تمام هم. اشتغلنا قلبنا حطينا لفة يعني. يلا نشتغل تنتين هذول التنتين هلا بدهم يروحوا بالختمة بالحردة تبعية القبس نحن نقول ختمة القبس انتو بتقولوا حردة القبس كلها بت... نفس المبدأ المهم انه نحن بدنا نشكل موديل يكون فيه الغرز مايلة او مقصوصة بحيث, انه يتشكل معانا الشيء المناسب هلا كفي شغلك ها نحن اكلنا سنتين هون يلا منتابع عبارة عن كلياته مقلوب مقلوب هذا الدور المقلوب كلياته مقلوب نستمر صبايا هلا ساوينا ثلاثة اثنين نستمر كل دور كل دور كل دور عديل او كل بداية دور سواء كان عدل سواء كان مقلوب بناخذ غرزة من طرف ومنتابع شغلنا مثل ما بنشوف الغرزة قدامنا عدلكم اياها بس حبوا تمشوا على نفس ال... هذا طلع 22 سنتي او 23 سنتي طوله انت على كيفك قديش بدك الحردي الصفلي على كيفك هذا شيء تابع لك اذا 3 2 بيجيك الواحد واحد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بس صرتي 13 حردة بتاخذي بقى اثنين من هون واثنين من هون ثلاثة من هون ثلاثة من هون أربعة أربعة بأربعة بتعكسي عكس حردة القبط صبايا خلاص إذا معناته على الحالة بتحردي هذا هيك بس وصلتي الطول المناسب إليك طبعا أنت بتكوني شاغلة الظهر عرفاني قديش طول الحردة عندك بتحطيه قدامك وبتقيسي عليه مثل ما قلت لك ما بتوصلي لطول حردة الابد تبعيت الظهر او الصدر لا تنقصي منا قسم شي 2 سم مشان بيجي هذا الشكل الدائري هو اللي بياخذ المكان تبعيته صبايا كثيرين كثيرين بنات كثيرين بنات مبتدئات او بحبوا انهم يشتغلوا يقولوا لي قديش كم غرزه للكم يا صبايا كل مره بقول لكم اياها نفس القصه عندك شغل مشغول فرضي انت بلشتي الظهر فرضي انت بلشتي الظهر 80 غرزه ماشي الظهر او الصدر فرض فرضي بلشتي اشتغلتي فيه اكيد بدك تكوني اشتغلتي الريب ماشي هذا جيبي هذا الريب شايفين هذا الريب على كل حال ومشغوله جديد هي قديمه حط شايفه هذا الريب بس هيك حطيه على ايدك او على رسغ الانسان اللي عم تشتغلي له مم. بتجيبي هذا الشغل بتحطيه هيك هلا هون لانه الكنزه مخيطها صعب شايفين صبايا من الطرف هيك بس حطيه هيك على ايده للولد او على ايدك انت او على ايد اي انسان عم يشتغل من الطرف لهون حطي ايدك عليه هيك تمام شوفي من هون لهون عندي كم غرزه هدول بيطلع معك قديش لازم تبلشي للكم صعبه؟ مي صعبه اذا هذا هو هذا جبنا هذا الكم او الظهر او القطعه المشغوله بنفس الابره آه. نفس الابره صبايا من هون ومن هون حطيناه هيك ما تشديه خليه هيك طبيعي يكون بدون شد تمام فلتي ايدك هلا عدي الغرز من هون من ناحيه الخياطه او من ناحيه النهايه لهون بيطلع معك قديش بدك غرز الكم اتفقنا لا بسالوني قديش قديش بده غرز الكم عم بعطيكم اسهل الوسائل صبايا اسهل الوسائل اذا هلا انا معكم خلصنا سوينا هذا الكم بغرزه لمسه الجا... لمسه ال... الاجور للون الاسود هي هي الغرزه وطريقه الحرد انها اتفقنا انا وياكم عليها سويناها كم تركيب بتامل ان شاء الله تكون عجبتكم ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك واهلا وسهلا فيكم